أهلا بكم في الكرم، أحدث الوجهات البحرية في أبوظبي، يقع على بعد 10 دقائق فقط من قلب المدينة بمحاذاة حديقة الكرم الوطنية الخلابة، ويعد أحد أطول الواجهات البحرية البارزة فوق الماء في المنطقة. يمتد على مسافة 3.5 كيلومتر، حيث يتيح للزوار الفرصة لممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية في أجواء استثنائية، ويطل على مناظر تخطف الأنفاس. وبفضل مواقف السيارات وجسور المشاة الجديدة، يسهل الوصول إلى الكرم بشكل سلس. تقرب المنصات المائية بتصميمها الباعث على الهدوء والاسترخاء الزوار أكثر من الطبيعة، بعيداً عن صخب المدينة. نرحب بكم في واجهة أبوظبي البحرية الجديدة، حيث تلتقي المدينة بالطبيعة.